إذن مشاهدينا، كيف تتداول اليوم الأسواق العالمية؟ هذه جلسة نهاية الشهر، نهاية الربع الثاني ونهاية النصف الأول، فكيف مرت على الأسواق العالمية؟ نناقش ذلك والمزيد مع ضيفي السيد رائد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. كيف تعطينا يعني تصوراتك وأيضا تحليلك لأداء النصف الأول هذا العام في السوق الأمريكي الذي جاء بأسوأ أداء له ربما من العام 1970؟ تماما أستاذة، يعني نحن نشهد ضغط واضح وكبير جدا على الأسواق إجمالا وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح. رأيناه خلال النصف الأول من هذا العام كيف ينغمس تدريجيا باتجاه الركود، التضخم الذي وصل إلى مستويات فائقة نسبيا، الدولار الأمريكي الذي تجاوز بارتفاعاته 9.7% أمام سلم من العملات. طبعا البارقة الأمل الوحيدة إن صح التعبير كانت هي سوق العمل، ولكن حتى سوق العمل يعني إذا بننظر إلى معدلات نمو الأجور بالمقارنة مع التضخم فهي هناك فجوة وكبيرة جدا. طبعا الانتفاضة التي شهدها سوق العمل كانت بشكل كبير جدا نتيجة أنه الكورونا فيروس والتأثيرات السلبية والتغييرات المنهجية التي غيرها في تركيبة سوق العمل، و طبعا كلنا سمعنا بموجة الاستقالات الكبيرة التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، تغير أنماط الموظفين وتغير تطلعاتهم الوظيفية سببت عودة لارتفاعات حادة وقوية جدا في سوق العمل، ولكن فعليا على الأرض الترجمة على أرض الواقع يوجد لدينا ضغط كبير على مبيعات التجزئة، يوجد لدينا ضغط كبير واضح بنتيجة التضخم المرتفع، وفي نفس الوقت عندنا الركود الذي نقرأه ما بين السطور وأثبتته البيانات مؤخرا. نحن حصلنا على قراءة جي دي بي الربع الأول هي بانكماش، نحن يعني القراءات تصل متأخرة ولكن الإشارات كثيرا واضحة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل. طيب يعني هذا المشهد السابق، ولكن نتحدث عن توقعاتك سيد رائد لنصف الثاني من هذا العام. هل تعتقد بأن الركود الاقتصادي سيضرب الأسواق اليوم؟ وأنا ألتقي بمدراء المحافظ وصناديق التحوط ينصحون بالاحتفاظ بالكاش، وتجد في عندك خروج من سوق الأسهم بشكل لافت، فما هي قراءتك للنصف الثاني من هذا العام؟ طبعا الابتعاد عن المخاطر والريسك اوف مود مسيطر وبشكل كبير حقيقه على مجمل الاسواق العالميه، الحديث الدائر ما بين جميع المستثمرين من عملائنا ومن نعرفهم وكذلك ما يظهر على الاخبار واضح جدا انه في عندنا نبره عزوف عن المخاطره، يعني واين يتجه باستثماراته او اين يقي نفسه من الركود الاقتصادي الحاد. عندنا رفع متتالي ومستمر وتوقعات بمزيد من الرفع باسعار الفائده لمكافحه التضخم المرتفع، بالتالي يوجد هناك يعني تنبؤات مستقبليه انه في عندي تاثير سلبي قوي وممتد على اسواق الاسهم حول العالم، بالتالي الملاذات الامنه تعود مره اخرى، ممكن الذهب يشكل هذا مكان جيد للارتقاء مره اخرى بالارتفاع، وكذلك الامر انه يكون في عندي البحث عن الدولار الامريكي مره اخرى المرتفع 9.8% ممكن يستمر بقائه كملاذ امن بالنسبه لاي طبعا الكاش حاليا لانه في عندي اسعار فائده وترتفع قيمه العملات اجمالا وعلى راسها الدولار الامريكي. باختصار شديد نحن مقبلين ودخلنا اصلا بالركود لكن البيانات متاخره تصل، الركود حدث فعليا ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، يعني انت دخلت في ركود وهذا يحدث حاليا في عده بلدان وليس في الولايات المتحده الامريكيه وكذلك اوروبا وايضا المملكه المتحده، لان كلها عم بتعاني من تضخم مرتفع في الوقت الحالي. طيب سيد رائد، انتقل معك الان الى طبعا توقعاتك لتحركات كل من الدولار الامريكي، اليورو، كذلك الذهب. الذهب نجده لا يتفاعل ابدا مع ارقام التضخم وبيانات الركود والتوترات الجيوسياسيه، اين سيصحبنا الدولار في ارتفاعاته اذا ما فعلا قام الفدرال الامريكي خلال اجتماع يولو برفع اسعار الفائده 75 نقطه اساس؟
استاذ رولا، الفكره انه نحن عندنا بالنسبه للذهب لا يتحرك حاليا، ولكن هو جمر تحت الرماد حاليا في المرحله المؤقته. هو مؤقتا هو تحت الضغط عندنا بالنظر الى تقارير سي او تي اللي هي التي تعبر عن مراكز الشراء في بورصه شيكاغو للذهب. نلاحظ انه استمرار للاسبوع التاسع على التوالي من ارتفاع حيازات مراكز الشراء اجمالا، يعني يوجد شراء واضح يمنع الذهب من الانخفاض، وهذا الشراء الجديد هو عبارة عن سيولة جديدة يتم ضخها. هذا على سبيل المثال فقط على بورصة شيكاغو، ولكن من الواضح من تصرف الذهب أنه هو يحضر لموجة صاعدة تعكس المخاطر المستقبلية من الركود ومن التضخم المرتفع ومن الانقلاب الحاد في السياسة النقدية والهبوط الحاد الذي قد يشهده الاقتصاد وممكن يمتد لفترة طويلة. بالنسبة لليورو معرض لمزيد من الضغط والاتجاه الهابط، هو بالكاد يسيطر على مستويات 0.5، لم يتمكن من الاستقرار طويلا عند 0.6 1.06، مرجح للعودة مرة أخرى لمناورة عند 1.03. بالنسبة للباوند أمام الدولار الأمريكي كذلك الأمر ضغط مستمر، خسر مستويات 1.22، يناور عند آخر مستويات 1.21، والتارجت أو التوقعات المستقبلية أن يصل إلى 1.18 أمام الدولار الأمريكي. نعم، وأنا أشكرك ضيفي السيد رائد الخضر، وأنت كبير محللي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب.